السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في كل مكان. إن شاء الله طيبين وسالمين. جديدنا ما حيكون اليوم في حلقة جديدة من الشوق والريد، ولسه نحن في فلك المبدع الشاعر الكبير عبيد عبد الرحمن ابن حي العرب أم درمان، وعرفنا العلاقة ما بينه وما بين الراحل المقيم دائما الكاشف العبقري وتعليمه المراحل الأولية، ما كمل ظروف حالة دون مواصلة تعليمه، اشتغل مع والده في بعض يعني كان بيطلع على الكتب بيهضمها، وبعدين بقريحته وموهبته وذهنه اللماح كان بيستنتج منها الزبدة زي ما بيقولوا من كل ما يقرأ، وبرع في كتابة الشعر وهو صغير لما كتب الشعر يعني، وكان صديق عمره سيد عبد العزيز ونشأوا في ذات الحي طبعا، وبيناتهم علاقة صداقة كبيرة بحكم الحي وبحكم الميلاد في منطقة واحدة، وجمعت بينهم صداقة أديب خالد آدم ابن الخياط، وزي ما قال عن صديقه الشاعر عبيد عبد الرحمن، عبيد في شعره الرصين واللبق تظهر في كل حين تحفة جديدة تشجي الناس فيما يخص أشعار الراحل عبيد عبد الرحمن. عنده ديوان الشعر الاشتراك مع صديقه الشاعر سيد عبد العزيز، ليالي زمان بعنوان الديوان، بعض المختارات، وصدر له ديوان زمن الصبا، وأخيرا صدر له ديوان من جزئين عن طبعته دار البلد في الطباعة والنشر والتوزيع، أولى بعنوان رسائل الأغنية الشهيرة طبعا، والثاني بعنوان غزال البري برضو هي من الأغنيات الشهيرة تغنى بعدد من الفنانين. عبيد عبد الرحمن وما أدراك ما عبيد عبد الرحمن، هو وصديقه سيد عبد العزيز آخر شعراء الحقيبة كما يعرفوا، أو هم من ضمن شعراء الحقيبة، أسلموا الذوق العام في ذلك الوقت الكلام الجميل ومن هذا الشعر. حندور في هذا الفلك، لكن خلوني أرحب معي في الأستوديو في هذه الحلقة بشكل خاص الأستاذ عز الدين ابن الراحل الفنان الكبير أحمد المصطفى. رمضان كريم عليكم، مرحب بك. مرحب بكم، مرحب بالمشاهد الكريم. إن شاء الله نحن نقدر يعني نقدم معلومة مفيدة للمشاهد الكريم والجيل الحالي عن أهل الرواد. نعم. وما أسروا به ويدان الشعب السوداني. نعم. من كلمة رصينة ونغم بديع. صحيح. الليلة طبعا يومنا أنا ما بخطف ظهورك، طبعا بعد شوية حنجي لعماد ممكن يكون عنده فيها كلام بسيط، لكن قدرنا نتكلم أول شيء عن علاقة الوالد الراحل المقيم أحمد المصطفى وعلاقته بالكشف. باختصار، عمنا إبراهيم الكاشف هو طبعا سبق الوالد في مجال الغناء والموسيقى، وإبراهيم الكاشف أصلا بدأ فنان حقيقي يعني يغني. نعم. بالرق والكورس. نعم. وبعد ذلك تأهل إلى أن يغني بالفن الحديث. نعم. والتقى بالوالد فينا في الخرطوم. نعم. الكاشف هو الفنان الثالث الدخل الإذاعة السودانية. نعم. الثالث. الأول هو حاج محمد أحمد سرور، والثاني هو حسن عطية. نعم. حسن عطية لما دخل الإذاعة غنى بالعود. لكن سرور غنى بدون عود. نعم. يعني غنى بال. الكاشف غنى بشنو في أول دخول الإذاعة؟ الكاشف غنى أساساً، الكاشف لما جاء غنى في الإذاعة أصلاً بيعزف له واحد عازف. طيب. عود. لكن في اللحظات هو داخل على أنه يسجل في الإذاعة. نعم. كان يتأخر العازف. طيب. فاضطر يلجأ لأحمد مصطفى. نعم. أنا مصاب بعزف عود والكاشف. طيب. لا يعزف عود. نعم. فكلمه عشان يخش معه الاستوديو عشان يسجل كعازف، وقبل ما يسجل معه ظهر العازف الأساسي بتاعه. طيب. وقدم إبراهيم الكاشف كثالث فنان في الإذاعة السودانية. نعم. ورابع فنان هو كان أحمد مصطفى. نعم. وبعد ذلك توالت التقديمات من الفنانين الآخرين. نعم. وأساسا علاقة أحمد مصطفى عازف معه لما عازف معهم العازف الأساسي ظهر. يا ريت لو كان عازف الثلاثة يعني كان حنشوف حاجة مختلفة. هو الاثنين بيعزف عود ما بينفع يعني. لازم يكون عازف. صحيح. واحد، ولو كده ما كان في آلات موسيقية. نعم. كان يا رق يا عود.
ما في غير كذا. كلامنا سنة كم؟ سنة 40 41. كان في علاقة بيناتهم يبقى؟ كان في علاقة بيناتهم طبعا، علاقة جمعته به وهي علاقة فنية أساسا. صحيح. وكل كان على في أسلوبه الخاص. صحيح. بينما الكاشف كان بلحن بدون آلة موسيقية. صحيح. بلحن بخيال. ولا يعزف ولا آلة يعني. وما بيعزف على آلة. نعم. وقدم طبعا قبل الوالد كثير من الأعمال. وبعدين أكثر وقت هو كان بيناتهم في يعني تقارب، اللي هو الفترة بتاعت الترفيع عن قوات دفاع السودان سنة الحرب العالمية الثانية. الثانية صحيح. سنة 45. نعم. لأنه أصلوا مشهد ثلاثة بعسادة، الأولى الوالد معه الحاج محمد أحمد سرور. نعم. رجعوا السودان. ثاني مشى الوالد ومعه حسن عطية. نعم. الثالثة كان الوالد ومعه إبراهيم الكاشف. إبراهيم الكاشف. إبراهيم الكاشف. كان معهم عازف الكمنجة بدر التهامي. عشر فلاتية كانت موجودة الوقت. العشر فلاتية مشت كرن اللي هي شرق المعلومة شرق السودان، لكن دي مشى غرب أفريقيا. هم مشوا ليبيا يعني في درنة وبنغازي وطرابلس. وإبراهيم الكاشف الوالد طبعا أدلى عنه معلومة حساسة جدا جدا. ده نقدر نقوله في نهاية الحلقة ماس. الأخيرة. لما نجي راجع لك بعد نسمع بعد نسمع الأغنية ونشوف رأي عماد في أنا ما بخطف زهورك. والله يا ما بخطب زهورك هي أول أغنية غناها إبراهيم الكاشف. نعم. لكن الأغنية دي أول أغنية تغنى أول بيه. أغنية باعتبارها أغنية خاصة، لكن الأصل هي حقت الحاج محمد أحمد السرور. نعم. وكان إبراهيم الكاشف قال داير النص. طيب. وأصر عليه الحاج محمد أحمد السرور. قال داير يختم به حياته الفنية. نعم. وغناها الحاج محمد احمد سرور بعد ذلك غناها الكاشف. هذه قصه الاغنيه. اول اغنيه معلومه مهمه جدا بالتوصيف يعني الكاشف هي واخر اغنيه للحاج محمد احمد سرور. نعم. لكن هي دول غناها بلحن مختلف طبعا. لا نفس اللحن تقريبا. نفس اللحن. لكن الكاشف غناها بنفس اللحن ما ادخل على اي نفس اللحن. اي اضافه. نفس اللحن تقريبا. دي معلومه. شكرا يا عماد على المعلومه الجميله دي. اضافيه انه الحين محمد السرور ما سجلها، السجله هو إبراهيم الكاشف. وما عمله في اسطوانه، من زمان كان في اسطوانات. صحيح. عشان كده هي ما موثقه بصوت الحاج محمد السرور، موثق بصوت الكاشف وارتبطت بالكاشف. نعم. فعلا يعني. طيب نقول انا ما بخطف زهورك. ما بخطف زهورك. We'll be right back.
تسلموا شديد، يديكم العافيه. شكرا يا عماد. يا الله يديك العافيه. ما زلنا معكم استاذنا عز الدين. وقبيل في بدايه الحلقه انت كان بديت كلام، قلت لك ما تحرق لي الحاجه دي باعتبار انها هي تصريح من الراحل المقيم احمد المصطفى. نعم. يخص الراحل المقيم ابراهيم الكاشي، فعاوزين نسمع منك انت باعتبار انه انت مكتبه الوالد كلها معك يعني. نعم. والله أنا سمعت من الوالد في تسجيل فيديو التسجيل جامبي وتلفزيون السودان. طيب. تحدث عن أنه إبراهيم الكاشف هو أول فنان يعمل جملة موسيقية مختلفة عن لحن الكلام، لأنه في الحقيبة وفي زمن الحقيبة الفنان بيغني والكورس بيردد نفس مطلع القصيدة. كذلك لما جاءت الآلات الموسيقية بقت الآلات الموسيقية بتقوم مقام الكورس. طيب. فهو لما أتى بلحن أو بجملة موسيقية منفصلة عن لحن الكلام فبقى هو أول زول يبادر، أول زول ينتقل بالأغنية السودانية من الأسلوب بتاع الحقيبة إلى الأسلوب الحديث، اللحن الدائري. وده تصريح من الوالد، والوالد كان زول ندلي إبراهيم الكاشف. صحيح. وكونه هو يدلي بمعلومة زي دي عن إبراهيم الكاشف كانت النفوس طيبة. صحيح. واحدة من المفاجآت. نعم. فضل تواصل. وإبراهيم الكاشف طبعا كان مميز يعني. وفطرة. في لقاء برضو تم مع إبراهيم الكاشف في برنامج اسمه مطرب الأسبوع سنة 55 على الهواء، والوقت ده كان ما في تسجيل ريل. فالمذيع سأله قال له في واحد طالب أنك تدوبي، أنا متأكد أن الشعب السوداني كله ما سمع الكاشف بدوبي. صحيح. الإذاعة كانت بتسجل أغنيات بس. معلومة مهمة. فأنا لقيت التسجيل ده عندي موجود من مكتبة الوالد. الكاشف بيعمل بدوبي عنده دبي. يعمل دبي وبعد ذاك دخل في اغنيه. ممتاز. ياخذ دي اهم معلومه والله الليل. عشان نمشي بالكل يعني معجبين ورواد الكاشف يبحثوا عن
صوت الكاشف هو وهو بدوبي وعماد ذاته قاعد معانا يا ريت اسمعوا. واو عماد اتصرف بعد ذاك مع انه عماد مخصص لكن ما سمعوا بدوبي. اه صحيح ودي معلومه مهمه. شكرا يا عز الدين يا اخي. الله يكرمك. شكرا تسلم يا اخي. شكرا على حضورك معنا في الحلقه دي. شكرا عماد. ولسه احنا متواصلين بكره ان شاء الله بنتلاقى ثاني اذا ربنا مد في الايام. شوق وريد حلقه جديده. كونوا بعافيه وخلوا بالكم. السلام عليكم. Shogurede, shogurede.